دكتور ثابت، كنا اتكلمنا في الموضوع ده من 3 سنين، قلنا السياسه اللي اتبعها يعني اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط انك بتشتري لعيبه صغيره باسعار مقبوله في الوقت الحالي علشان تحطها في القطاع، عشان بعد 2 3 سنين تبدا اللعيبه دي تكون موجوده في الدرجه الاولى. الكلام ده تحقق. واحد من اللي بداوا ياخدوا يلعبوا كريم الدبيس، لعب في مباريات مهمه. لما نشوف مباراته سيمبا التنزاني في افتتاح كان دوري الافريقي وامام الجماهير، وعنده شخصيه النادي الاهلي. شاف اداء كريم الدبيس ازاي بالامس وارقامه كمان انت محضرها النهارده؟ بصراحه لاول مره من فتره ما حسش بغياب علي معلول. كنا دايما بنقول، كنا بنطلع في اي استوديو نقول تاثير غياب علي معلول، تاثير غياب معلول فارق جابها الشمال. جابها الشمال اصل هو مش موجود. لاول مره من فتره لازم الناس بقى خلاص فكره ان النادي الاهلي محتاج باك ليفت. اعتقد ان كريم الدبيس قدم حل كويس جدا للنادي الاهلي، وما عادش بنحس بغياب علي معلول. اهم حاجه عنده كلمتين، شخصيه الاهلي. ممكن لعيب صاعد يبقى بيعمل عرضيات كويسه، يبقى بيهاجم كويس، بس ما عندوش الشخصيه. وبصراحه انا شفتها في لعيبه كتير اتصعدت في المركز الباك ليفت بس ما عندهاش الشخصيه. كريم الدبيس اهم حاجه شخصيه الاهلي موجوده عنده، لعيب كويس. كريم الدبيس بقى انت محضرها لعب 90 دقيقه امبارح، لمس الكوره 84 مره، وده رقم كويس لباك ليفت. ده يعني دليل ان هو بديل علي معلول بشكل كويس. معانا على الشاشه دلوقتي، لمس الكوره 84 مره، اجمالي التمريرات 57 تمريره، التمريرات الصحيحه 49 من 57 بنسبه دقه 86%، تمريرات طوليه 7 تمريرات، ارسل 8 عرضيات. ده رقم ممتاز. اللي بيعمل 8 عرضيات ده باك النادي الاهلي، لازم رقم من 8 ل 11، رقم ممتاز. فاز بالتحامات ثنائيه، طبعا صنع 3 فرص، ده رقم كويس بيأكد ان هو كان ليه دور هجومي وليه محاوله على المرمى صحيحه اللي الجون شالها من تحت العرض، كان هيبقى هدف عالمي. فاز بالتحامات ثنائيه 4 من 7، وليه محاوله صح وحصل على خطأ وشتت الكوره مره. بصراحه دي الخريطه الحراريه كمان بتاعه تحركاته. هنا برضو عايز اتكلم في نقطه، ان النادي الاهلي عمل حاجه مهمه قوي، ان هم يعني النادي الاهلي راح اشترى كريم الدبيس من قبل، من 2 3 سنين. هنا لما تشتري لعيب بسعر صغير بسن صغير هيوفر عليك كتير. يعني كريم الدبيس ده لو اشتريته بعد ما يلعب مثلا في فريق اول في فرقه 20 مليون 30 مليون، لكن دلوقتي انت رحت اشتريته بمبلغ صغير. صحيح، ده اللي بيحصل. وعليها بقى كمان يا احمد ايه بيطبع بصفات الاهلي في خلال السنتين دول. اتطبع بقى نظام النادي الاهلي. هقول لحضرتك على حاجه، قيمه التيشيرت والضغط اللي بيبقى على التيشيرت دايما هياخد بقى صفات النادي الاهلي. انت النهارده لو رحت اشتريت لعيب من انبي بتسمع ايه؟ 40 مليون 30 امبي تحديدا، معلش يعني 30 مليون ايه يا جماعه ده؟ طب ما انا اهو ما تقلمش. ما ده اللي بيعمله بقى النادي. دي الشطاره بتاعت الاداره كابتن محمد. فكره اداره النادي الاهلي ان انا اشتري لعيبه في سن صغير بثمن قليل 2 او 3 مليون اوفر عليا ان انا اشتريهم قدام ب 20 و30 مليون. صحيح. حتى لو اللعيب ما نجحش على فكره، ما انا مش لازم كل الصفقات تنجح. لا لا طبعا، ممكن اجيب 5 ينجح 3 بس. وبعدين عندي فرصه بقى ازاي بقول لك ان هو يبقى تحت نظري وعندي في النادي اطبقه واشوفه خلال السنتين اذا كان يكمل او ما كملش. فدي برضو حاجه مش هجيبه. غير كريم الدبيس برضو احمد نبيل كوكا امبارح اللي شارك وبيشارك برضو كان بدايه يعني الهدف الثالث منه. هو اللي قطع الكره الثانيه من بدايته احمد كوكا. بس كوكا 2001 يعني كوكا وكوكا قطع ناشئين بقى كامل يعني له فتره قطع ناشئين.